عم بعمل التحويل. يا أخي ليش أنت عم تعمل هيك؟ الشغل اللي بدنا نعمله بيكفي 3 أشخاص. أنا قلت هيك مشانك. انتوا عم تقللوا من خطورة علم دار بنظركم، وأنا ما فيني أكشف حالي. كم سنة اشتغلت لأقدر أدخل لهون؟ معلم كأنه فوق. هلا شو عملت؟ قدرت تحدد خط السير؟ خالص. مراد علم دار. دكتور مات. ما بينفذ من هنيك. وبلكي حكى. بيموت وما بيحكي. ارموا سلاحكم والا بقوصوا. اتركوا. زدتوا سلاحكم على الارض بقوصوا. مين هذا الزلمة؟ والله الزلمة شايفه من قبل، بس وين؟
أبي. بابا رهف، بابا رهف، بابا رهف. العمر كله حياتي. الله يريح بالك يا ابني. تسلم بابا. يطول عمرك يا ابني. وعمرك يا ابني. كل سنة وانت سالم حبيبي. مراد. يلا خلينا ناكل الجاتو. يلا. يلا تفضلوا. ديا، هدول رجال جوزيف يلي عم يراقبوا بيت علمدار. يلا يا سلام باللولو، هالهدية حلوة كتير، شكرا. حلوة كتير، فنية مراد. لنشوف هاي من مين مراد. هاي من أمي. مبينة، شكراً كتير. كل سنة وانت سالم. لنشوف هاي هلأ. مراد، مراد. لنشوف. وهي طلعناها. حلوة، حلوة كتير، شكرا. عقبال مية. وهلأ بقى بدنا نشوف هاي حاج مراد. حبكتي على ايدي؟ يا ترى هي بقى من مين؟ ما حذرت، كأنه في شيء. شو هي يا ترى؟ هابي بيرثدي. ها افتح اشوفها. شو هي؟ ستي نازك. هذا جدو عمر، إنجي، أنا وإنتي. رسمة حلوة كتير.
شكرا كثير. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. اليوم بيكون عيد ميلادي وموتك رح يكون هديتك لي. شو اسطنبول مخليتك عقلان؟ أنا قلت هذا ما بيجي بيدخل حدا بيناتنا، قلت لحالي إني رح أوصك مع الناس اللي بدك تدخلهم واسطة ليتشفعوا لك. معلم كتير صعب علي إني لاقي هذا الزلمة، المصاري اللي طعميتها للاقيه كنت لقيت ماركوس من سنين. شو خلاص بعتني للزلمة الجديد؟ أنت كأنك نسيان مين أنا يا معلم. ليش أنا ببيع حدا؟ حاجة تبيع حكي، ليش ما عم تقلي عن مكانه؟ معلم الزلمة مريض نفسي، حتى المنظمة بدها اياه يموت. يعني أنا هلأ عم بشتغل للمنظمة؟ استغفر الله، ما قصدت تقول هيك. حاجة بقى حاجة، لا تزعجني، خليني أعرف وينه مشان أنت تضلك عايش. معلم صدقني ما بعرف وينه هلأ، بس أكيد رح يعمل عملية كبيرة كتير. وينه إمتى؟ بابا ما عزمته لحكمات؟ طبعا ابني انا عزمته، بس مثل كل هالناس بهالبلد ما عم يقوم من قدام التلفزيون. ما بعرف شو هو جدول اعماله هلا، يمكن يكون بالمانيا او يمكن ايران.